أم الفحم. وقالت فحيمة إنها اعتنقت الإسلام عن قناعة بعد تأثرها بشخصية الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل. مراسلنا إلياس كرام يحكي لنا القصة من البداية. لقد ولدت من جديد، هذا ما تردده تالي فحيمة عندما تسأل عن شعورها بعد اعتناق الإسلام. رحلة طويلة خاضتها ناشطة السلام الإسرائيلية من أصول يهودية مغربية في البحث عن الذات والتأمل في ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي وقمعه للشعب الفلسطيني. رحلة وجدت خلالها فحيمة بالإسلام دينا ونهجا وأسلوب حياة وحضنا دافئا. لقد أثرت شخصية الشيخ رائد صلاح ومواقفه الوطنية على قرارها الذي اتخذته كما تقول عن قناعة تامة. إنه اختيار الله أن أعتنق الإسلام، إن ذلك أكثر من أن تولد من جديد، والمقاومة مهما كانت قوية لا تصمد طويلا دون الجانب الروحاني. تعيش فحيمة في قرية عرعرة في المثلث في كنف عائلة عربية مسلمة احتضنتها وساعدتها على تجاوز حال الاغتراب الذي تعيشه بعيدا عن أسرتها. تقضي معظم وقتها في دراسة الإسلام ولغة العربية وحضور حلقات الدين مع الشيخين رائد فتحي ويوسف الباز اللذين أسلمت على يديهما. وأشهد أن محمدا رسول الله. تشعر فحيمة بسعادة غامرة هذه الأيام في حفظ القرآن الكريم وتعلم أركان الإسلام والتعرف على ما يحمله من معان إنسانية وروحانية جميلة. بالتالي كانت تبحث عن الحقيقة، وكانت تبحث عن السعادة، وكان في فطرتها شيء يناديها نحو الإسلام. كانت تسأل عن هذا الوجود، وكانت تسأل عن حقيقة الله وعن حقيقة علاقة الإنسان بخالقه. نحاول أن نخلق الجو المناسب لتالي فحيمة، الجو الذي ليس فيه اضطرابات نفسية، ليس فيه توجسات، ليس فيه تخوف من المستقبل القريب أو البعيد، ليس فيه تردد من أن أغشى سواء كان المجتمع الفلسطيني العربي أو حتى المجتمع اليهودي أن تعود إليه بتالي فحيمة ذات الهوية الإسلامية العقائدية الجديدة. اعتناق الإسلام بالنسبة لفحيمة خطوة متقدمة في البحث عن قيم العدل والتسامح، خطوة تتوج سنوات طويلة قضتها في النضال لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته، ولربما في ذلك محاولة أيضا لقطع صلتها بماض يذكرها بالوجه البشع للاحتلال.